زيكم يا اصحاب، عاملين ايه؟ وحشتوني. فاكرين الدرس بتاع المره اللي فاتت؟ كان مين كان بيتكلم عن ايه؟ كان بيتكلم عن سر التناول المقدس. كان بيتكلم عن ايه اصحابي؟ عن سر التناول المقدس. مين يا اولاد اللي كان اسس التناول؟ مين اساس اللي هو اسس سر التناول؟ كان بابا يسوع. بصوا يا اولاد، كان في مره في يوم من الايام كده اليهود عندهم عيد اسمه عيد الفصح. فجي بابا يسوع طلب من تلاميذه يوحنا وبطرس ان هم يروحوا ايه، يجهزوا مكان حلو خالص عشان يحتفلوا فيه بالعيد. وبعدين قال بابا يسوع قال لهم ايه، بصوا انت هتروحوا مكان هتلاقوا فيه واحد شايل جرة مية، هتروحوا له، هو اللي هيقول لكم على المكان اللي هتروحوا توضبوا فيه. على طول على طول ابتدى يوحنا وبطرس يمشوا بسرعة بسرعة ويروحوا المكان. لمين؟ للراجل اللي شايل جرة المية. سألوه قالوا له فين المكان اللي احنا هنجهز فيه عشان نحتفل بيه بعيد الفصح مع السيد المسيح. قال لهم ايه؟ المكان عند بيت القديسة مريم ام القديس ماري مرقص. جهزوا، ابتدوا بقى ايه يا اولاد يجهزوا المكان، ابتدوا يا اولاد يجهزوا المكان. وبعدين عملوا ترابيزة كبيرة خالص جميلة خالص، شايفينها؟ عملوا ترابيزة جميلة خالص وعليها كراسي وحواليها كراسي. وبعد ما جهزوا المكان يا اولاد، جه بابا يسوع قعد في وسطيهم والتلاميذ حواليه. وبعدين عمل ايه؟ كان معاه الخبز، ابتدى يكسر ويبارك الخبز ابتدى يدي للتلاميذ اللي كانوا قاعدين معاه الخبز، وقال لهم ايه؟ خذوا كلوا، هذا هو جسدي. وبعدين جاب كاس من الدم وقال وشكر واعطى التلاميذ. وبعدين قال لهم ايه؟ اشربوا، هذا هو دمي. وبكده بيكون مين اللي اسس سر التناول يا اولاد؟ بابا يسوع. هو ده سر التناول. الايه بتقول ايه يا اولاد؟ من ياكل جسدي ويشرب دمي فله حياه ابديه. يوحنا 6 ايه 54. يوحنا 6 ايه 54. كمان يا اولاد المفروض واحنا بنتناول في حاجات كده المفروض ان احنا نعملها. اول حاجه بنعملها ايه يا اولاد؟ اول حاجه بنقف هادين ساعه التناول. بالنسبه للبنت بتلبس اشار وبتمسك لفافه في ايديها، والولد بيمسك لفافه في ايده. وبعدين بنتقدم للتناول واحده واحده بهدوء خالص وبدون صوت. وبعد كده بنبتدي ناخد الدم، ناخد الجسد الاول نمضغه كويس جدا وبعدين نبلعه. بعدين نروح لابونا ناخد الدم، نشفط من المعلقه المستير اللي في ايد ابونا. وبعد كده يا اولاد بكل هدوء بنصرف المناوله ان احنا بنشرب ميه. وكده يبقى هو ده سر التناول يا اولاد درسنا النهارده. باي باي.